بعد الإعلان عن تعليق التفاوض تغير المشهد بشكل كبير. إلى أي مدى عادت الصورة إلى الخلف أو عاد المشهد في السودان خطوات إلى الخلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التطورات التي حدثت خلال ال 24 ساعة الماضية وقيام قوى الحرية والتغيير بإزالة المتاريس التي وضعتها في شوارع غير المنطقة المحددة بالمنطقة الاعتصام السابق، عادت أجواء التفاؤل وعادت الودية والحميمية، وعادت العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات خلال اليومين القادمين. نعم، جرت حسب علمي كصحفي جرت اتصالات بين الأعضاء في قوى الحرية والتغيير وأعضاء في المجلس العسكري. نعم، هذه الاتصالات رتبت العلاقة ورتبت لمسار جديد للوصول إلى نقطة النهاية والاتفاق النهائي على المجلس السيادي، ومن ثم المرحلة الأخرى هي مرحلة التشاور بين قوى الحرية والتغيير مكونات هذه القوى للاتفاق على عدد الوزارات وأسماء شاغليها لإعلان الحكومة المدنية القادمة، وهي حكومة تعسر ولادتها طويلا بسبب الاختلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لأن الطرفين لم يسبق لهما أن عملا معا في كل الظروف، بل كل أتى بمسار مختلف من الآخر. لكن الآن المشهد في الخرطوم إنه العلاقة الآن في هدوء في الساحة، ليس هنالك مظاهر العنف، هنالك ودية وحميمية لحد كبير. التراشق الإعلامي حتى في وسائل التواصل الاجتماعي انحسر أكثر من الأيام الماضية.